السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين جميعا، كل سنة وانتم طيبين، وأهلا وسهلا، وسعيد أن أنا ألتقي بيكم ومتشرف بوجودكم معنا هنا. وجميل قوي أن احنا في العيد في يوم جميل زي ده أن احنا نبقى مع الأسر، أسرنا، أسر أهل مصر اللي احنا بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله سبحانه وتعالى موجودين هنا في المكان ده بالشكل ده، بفضل تضحيات شهدائنا اللي هم أبنائكم وأزواجكم وأبهاتكم. مش هننسى أبدا ده، هنبقى دايما يعني مش أنا بس، لا كلنا. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين. اتفضلوا استريحوا. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحضور الكريم، صباح الخير. كل سنة وحضراتكم بألف خير. عيد سعيد على كل المصريين والأمة العربية والإسلامية، وربنا ما يقطع لنا عادة. الحقيقة احتفالنا النهاردة وسط ولاد أبطالنا من الشهداء بقينا إحنا بنستمتع بيه أكتر ما هم بيستمتعوا بيه. فرصة نقدر نقول لهم قد إيه بنحبهم وقد إيه بنقدرهم وقد إيه بقينا إحنا اللي بنستمد القوة منهم. جمعنا النهاردة خلى الفرحة فرحتين. مفيش في الدنيا فرحة زي فرحة النجاح والإحساس بالإنجاز. والحقيقة أن وجودنا النهاردة في العاصمة الإدارية الجديدة بيجسد الإحساس ده. من حق كل مصري أنه يفتخر باللي احنا بنيناه وأنجزناه في الزمن القياسي ده. أقدر أقول لحضراتكم النهاردة أننا بنحتفل من المستقبل. أهم مشاريع العصر ونقلة حقيقية في كل شيء. مئات الألاف من المصريين من كل محافظات الجمهورية اللي بنوا واشتغلوا وعمروا لملايين من ساعات العمل. استثمارات ضخمة، أصول ثابتة وراسخة، ملك لكل المصريين.